بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بغيت نشكر الصحافه اللي حضرت باش تواكب هذا الحمله اللي تتقوم بها الجماعه مع المقاطعات وبتعاون مع السلطات وبالشركه ديال اوزون. هذه واحد الحمله ديال النظافه اللي كان تم التقرير ديالها في اطار اللجنه ديال التتبع ديال القطاع ديال النظافه بمدينه فاس، وقررنا بانه في هذا شهر مارس وفي شهر ابريل ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون واحد الحمله اللي غادي ندوزو فيها مقاطعه بمقاطعه. اليوم غادي نبداو من مقاطعه زواغه لمده 15 يوم، ثم غادي تتبع من بعد ذلك جنار الورد وتتبع المقاطعات الاربعه الاخرى. الهدف من هذه الحمله ماشي هو النظافه اليوميه، النظافه اليوميه راه الشركه تقوم بالدور ديالها والجماعه والمقاطعات تيقوموا بالمراقبه ديال الشركه باش تكون يعني الخدمه ديال النظافه مقدمه بالشكل اللي تيبغيوه الساكنه ديال المدينه. هذه حمله غادي نركزوا فيها على بعض الاماكن اللي هي ساحات خاويه واللي تيتوضع فيها الزبل، يا اما ديال داكشي ديال المخلفات ديال البناء او المخلفات ديال يعني التشذيب ديال الاشجار او بعض الاماكن اللي تيتحط فيها حتى الزبل. شنو هو الهدف من هذه الحمله؟ سميناها التخميله، يعني نخملوا هاد الاماكن اللي هو محطوط فيها الزبل بهذه الطريقه هذه، ولكن في نفس الوقت فيها واحد التحسيس لانه هذه الحمله ستتم بشراكه مع المجتمع المدني ومع الساكنه اننا نقوم بهذه التخميله، ولكن تكون واحد الحمله ديال التحسيس باش هذه الاماكن ما تعاودش تكون مره اخرى، لان هذه الاماكن مبدئيا ما خصهاش تحط فيها الزبل. الزبل خصو يتحط في الاماكن ديالو، في الحاويات اللي مطروحه في الاماكن ديالها، وإلا ما كانش الحاويات حنا مستعدين نوفروا الحاويات. ولكن بعض الناس تيحطوا هذا الشيء ديال المخلفات ديال البناء، المخلفات ديال التشذيب ديال الاصدار، وحتى في بعض الاحيان الازبال تيحطوها في الاماكن اللي هي غير مخصصه لذلك. فحنا غادي نقوموا بهذا العمل، الحمله اللي هي كبيره 15 يوم لكل مقاطعه باش نجمعوا هذه الاماكن. ولكن يعني الرجاء ديالنا ان المشاركه ديال المجتمع المدني، وانا هذه مناسبه باش نذكر الجمعيات ديال المجتمع المدني اللي مواكبه هذه الحمله ونشكر السلطات. الرجاء ديالنا هو ان هذا الشيء ما يعاودش يتكون، واننا نتعاونوا باش المدينه تبقى نظيفه ونحطوا الازبال في الاماكن ديالها باش منين يمروا هاد العمال ديال النظافه اللي تيقوموا بواحد الدور كبير تنشكرهم عليه وتنتمنوا الله سبحانه وتعالى يجازيهم عليه، لانه هاد العمل اللي تيقوموا به هو واحد العمل الكبير اللي هي الساكنه تتحس به. نعاونوهم باش الازبال تحط في الاماكن ديالها ومنين يدوزوهم يجمعوه من الاماكن. فهذا هو المفهوم ديال هذه الحمله. مره اخرى شكرا للعمال ديال النظافه، شكرا للساكنه، شكرا للمجتمع المدني، ونتعاونوا في هاد الايام هذه باش يعني تبقى المدينه نظيفه ونحافظوا على البيئه ديال العيش ديالنا كاملين. شكرا لكم.